اليوم يوم 15 مايو هو الوقفة 15 للشارع الديمقراطي بقيادة حراك مواطنون ضد الانقلاب المبادرة الديمقراطية. اليوم مرة أخرى أكد الشارع الديمقراطي أنه استطاع أن ينجز مجموعة من المهام الأساسية التي توصلنا إلى تحقيقها. المهمة الأولى هي أن أنجزنا الشرط الميداني لمقاومة الانقلاب، بمعنى أن استطعنا أن نؤكد بأن الشارع الديمقراطي يملك أولاً يملك مبررات حضوره، أن الدفاع على الديمقراطية مسألة مهمة وأساسية، هذا أولاً. ثانياً أن اليوم الشارع الديمقراطي قدم للشعب التونسي إنجاز سياسي هو تكوين جبهة الخلاص الوطني.